مسكين انت يا شيطان، مش عارف انه انا بدي صير خبز تياكلوا جسدي وصيروا مثلي ولاد بيي؟ والشيطان ما رح يسكت عنك، طيلعك على شرفة الهيكل وقال لك انت امن الله، زدت حالك. وقت اللي قلت لك حول الحجارة خبز قلت لي انه بيي بيقول مش بالخبز وحده بعيش الانسان، وهلأ بيك بيقول بحط بخدمتك ملايكته بيسلقوك تما تصطدم بالأرض إجرك. مسكين مسكين أنت يا إبليس، بيسلقوني تما تصطدم بالأرض إجري أكيد، بس ليش بدك ياني أجرب بيي؟ ما أنا واثق ببيي، ومشواري صوب صليبي راح يكمل لأني واثق ببيي. بدك ياني زدت حالي بالأرض ويسلقوني الملائكة؟ غريب أنت، منك عارف أنه راح زدت حالي مش بين إيدين الملائكة، بين إيدين الناس. وصحيح رح تصطدم بالأرض إجري، ورح ينزلوني لقعر الموت، وهونيك قعر الموت رح موت الموت وأعطيهم الحياة. غريب أنت يا إنسان، غريب أنت يا شيطان، غريب انت يا انسان يلي راح تنزل لعمق الموت اللي جاي تعطيك الحياه، وغريب انت يا شيطان يلي مفكر انك قادر تقشطني الناس، وحملك على هيك الجبل العالي وفرجيك كل ممالك الدنيا وقال لك مش مشان هيك انت جاي، مش جاي تصير ملك؟ سجد لي وكلهم بيصيروا إلك. وليش يا شيطان منك بدي أخذ مملكتي؟ ما مملكتي مش من هالعالم، مملكتي من عند بيي، أكيد مش منك رح أخذ مملكتي. وبعدين وحده بيي بينعبد، وحده بيي بينسجد له مش انت؟ وغريب مفكرني رح اركع على اجريك لتعطيني ممالك الدنيا؟ غلطان، طول بالك علي شي سنة او اكتر وتطلع، رح بتشوفني راكع قدام إجرين بطرس ويعقوب ويوحنا وفيليبس وأندراوس وحتى يوداس، وعم غسلن إجرين. بدك إياني ملك اتحكم فيهن مثل ما أنت محكم فيهن؟ أنا رح كون ملك بيخدمن مثل ما بيي بيخدمن. الله معكم.